كتير ايام بنسأل العالم المشاهير ما يوقع بجيبوا مصراتهم، وللأسف ما في ولا اي شخص مشهور بيطلع وبيحكي لك انه انا عن جد بحب الشيء اللي عم بساوي ومساوي محتوى على السوشيال ميديا وعم بطالع منه مصاري. بعد 5 سنين شغل على السوشيال ميديا، الشيء اللي فهمته وعرفته انه السوشيال ميديا احسن مكان اذا انت عندك هواية او انت بتحب الشيء اللي بتساوي او اذا انت عندك شيء فخور فيه، منتج انت عامله وبدك تبيعه. إذا بتفكر فيها بيروح من بالك فكرة إنه شلون عم طالعوا مصاري، لأنه هن مشاهير، والشي اللي أنت ما بتعرفه إذا أنت مشهور وإذا أنت عندك مشاهدات الشركات رح يتواصلوا معك، إذا أنت عندك منتج فيك تبيعه، العالم رح يحبوك ورح تكسب محبتهم. اشتغلت مع كتير عالم بحبوا الشي اللي عم ساووه وعم طالعوا منه مصاري وكتير، واللي عرفته إنه السوشيال ميديا هو بحر مصاري، لأن على السوشيال ميديا في عندك نوعين للبيع. عندك النوع رقم واحد واللي هو الفيسبوك آتس، اليوتيوب آتس، والإنستغرام آتس، وهدول الإعلانات المدفوعة. عندك رقم اثنين إنه تساوي صفحة اليوتيوب تبعتك وتكسب العالم كلياته، وبنفس الوقت أنت تبيع الشيء اللي أنت فخور فيه عن جد. ما بعرف إيش هو هدفك بالحياة، أو ما بعرف إيش هو الشيء اللي أنت بتحب تساوي بالحياة، بس أنت فيك تساوي وعلى السوشيال ميديا. إذا أنت عم تساوي الشيء اللي أنت بتحبه، فالعالم رح يحبوك ورح يحبوا الشيء اللي انت عم تبيعه، ورح يكونوا كتير واثقين فيك وكتير مبسوطين لحتى يشتروا منك وما يشتروا من شخص ما بيعرفوه. اي شركة كبيرة محتاجة ان العالم يحبوها ويثقوا فيها، فلهيك بيلتجئوا للعالم يلي مشهورين. واذا انت بكون عندك الثقة بكون عندك المنتج، فانت بتكون شركة واكبر من كتير شركات موجودة بالعالم، فيك تبيع وكتير. خلينا نفكر مع بعض بزاروك، ايلون ماسك، وكريستيانو رونالدو، شلون بجيبوا مصراتهم؟ هلا انت بتقلي كريستيانو رونالدو هو لاعب، انا بعرف بيلعب وبياخذ مصاري، بس زياده عن هيك الشيء اللي انت ما بتعرفه بساوي اعلانات وكتير، بتوصل الاعلانات تبعيته لواحد مليون دولار على الاعلان الواحد. زاروك، ايلون ماسك اللي معه مصاري كتير نفس الشيء، وانت مالك حاسس على هذا الموضوع؟ ولانه هنن مشهورين فبيدخل مصاري ومثل الكذب بس لانه مشهورين. في كتير عالم على السوشيال ميديا بالوطن العربي وبالأجانب ثلاث أرباعهم ما نحكي لك إنه عن جد هذا المكان وبطالع مصاري. ما رح يكون سهل، ما رح يكون سهل أبدا. إذا بتطلع على قناة اليوتيوب عندي 1,300,000 متابع، المشاهدات اللي أنا جبتها على التيك توك 1.5 بليون مشاهدة، ومئات آلاف اللايكات على البوستات. ليش؟ لأن أنا بعطي العالم كل شيء أنا بعرفه، وأنا عن جد بحب أساعدهم، لأنه بيوم من الأيام كنت ما بعرف ولا أي شيء. اخترت هذا الشيء قبل 5 سنين وعرفت أنه هذا هو الشيء اللي أنا بحبه ودخلت فيه. بعد ما تعلمت هاي المهارة صرت أعلمها لأجانب ولعرب، وصرت أخذ منهم مصاري وكتير، لأنه خليتهم يعرفوا شلون يساووا سوشيال ميديا بطريقة كتير قوية. للصراحة زاروك أو إيلون ماسك ما خرج يساووا لك أكاديمية ويقعدوا معك ويمسكوك من ايدك لحتى انت تجيب مشاهدات على السوشيال ميديا وتكسب حب العالم وبالشيء اللي انت بتحبه. وما في ولا اي شخص على السوشيال ميديا رح يساوي هذا الموضوع، لانه هذا البزنس بالذات ما في ولا اي واحد حكى عنه لحد الان. الكل بطلع منه مصاري بس ما حدا بيحكي لك. لهيك رح احكي لك عن الاكاديميه يلي انا ساويتها. 7 ايام بس رح تفتح بتاريخ اليوم ل7 ايام. رح أسكره، رح أخذ الأشخاص الجادين فقط يلي عن جد بدهم يساوي سوشيال ميديا وجاهزين لحتى يحطوا الوقت والجهد لحتى يساوي هذا الموضوع. لأنه أكيد أنت بتعرف شقد بيطلع مصاري من السوشيال ميديا. 3 أرباع المشاهير يلي أنت بتشوفهم طلعوا مصاري ومثل الكذب على السوشيال ميديا. فأنا حابب أساعدك إذا أنت جدي، وإذا أنت عن جد بدك هذا الموضوع أنا جاهز لحتى أساعدك. هاي الأكاديمية مولى الكل، شما أنه تتحمس وتروح وتشترك بسرعة. هاي الأكاديمية فقط للأشخاص اللي عن جد بدهم يحطوا الوقت والجهد لحتى يساووا هذا الموضوع. لهيك حبيت أحكي لك إذا أنت بدك تدخل فأنت لازم تبعت لي ورقة تحكي لي بالضبط عن الوضع الحالي تبعك وأنا شلون فيني أساعدك. مو الكل رح يدخل، أنا لازم أتأكد أنه أنت الشخص الصح يعني أنا بقدر أدخله لجوا ويتعرف على الأشخاص اللي جوا لحتى يساعدوك وتساعدهم لحتى توصلوا لمكان كتير بعيد. اتذكر بس 7 أيام على هذا العرض. بعد 7 أيام رح أسكر الأكاديمية هاي، ولأنه هي جديدة خليتها تكون بنص القيمة. بس قبل ما تتحمس وتروح تضغط على اللينك وتروح وتشتري، بدي منك تستوعب هذا الشيء بيحتاج وقت وجهد منك ومني.
لازم نكون صبورين ولازم نشتغل مع بعض ولازم نطور ونشتغل كل يوم على هذا الموضوع لحتى توصل لمكان كتير بعيد وساعدك مشاهدات كتير. رح تلاقي اللينك.